من خلال العقل والجسم بحياتنا كثير من المواقف السعيدة اللي بنتذكرها طوال العمر، بالمقابل هناك مواقف وأحداث ما بنستطيع نسيانها أو اقتلاعها من ذاكرتنا، بل أنها بتعود للذاكرة بشكل بات يؤرق العديد منا يوميا. صحيح طبعا جلال، يمكن يصير لنا نستضيف للمرة الثانية الدكتور زهير بن حسن خشيم، اختصاصي تنمية العلاقات الأسرية والزوجية وخبير التنويم بالإيحاء الذاتي، راح يتحدث لنا اليوم عن هذا الموضوع. طبعا نصبح عليك بكل خير دكتور. صباح النور. شكرا لك، حياك الله معنا المرة الثانية. نقول للمشاهدين حضروا ورقة وقلم وركزوا معنا، لأنه الدكتور حيشرككم أيضا أنتو بهذه التمارين. صحيح. اللي حنحاول نحن وإياك والمشاهدين دكتور نتخلص من ذكرياتنا. نعم. الأليمة. نعم. صحيح دكتور، يمكن كل واحد إلا ما يكون عنده مثل ما في ذكريات سعيدة أيضا ذكريات أليمة، ما يقدر ينساها بس يحاول يتناساها، بس كيف يتخلص منها تماما؟ يتخلص منها، انت خلينا نذكرها بالطريقه هذه. لو فكرنا كذا قلنا ان عندك صداع وقاعد تفكري في الصداع هذا وزعلانه، انا عندي صداع، كل تفكيرك في الصداع هذا حيخليه يزيد ولا يقل؟ يزيد. طيب ناخذ كمان ايش على موقف حصل لك معين. موقف خلينا نقول موقف قلق او عدم ارتياح، او مثلا يعني في فراق انسان عزيز عليكي. كل ما فكرت الانسان هذا ايش بتحسي؟ بالحزن. اكيد تحسي بحزن، لان انت سجلتي الموقف هذا بكهرباء غير منتظمه في جسمنا. المواقف السعيده زي ما ذكرتي بنسجلها بكهرباء منتظمه. فلما نذكر الفراق هذا، ولا الانسان هذا كان بيعمل لي كذا او كان بيساعدني كذا وكان واقف معايا وكنت عايشه معاه، وبعدين فجاه حصل فراق بسبب من الاسباب، توفى، سافر، بتحصل الحاجات هذه. طيب كل ما ذكرنا حسينا بايش؟ حسينا بالم. كمان خذي قيسي على كذا، لو مثلا جينا قلنا مثلا في عمليه غدر حصلت او عمليه نصب حصلت، كل ما تذكرنا الحكايه هذه حسينا بايش؟ حسينا بالم. اذا المشاعر الحزينه هذه اللي بتعمل لنا، واهم حاجه في الموضوع اعاقه. كيف نتخلص منها؟ اعاقه تقصد للحركه ولا في الحياه؟ في الحياه بشكل عام. بترجعنا لورا، يعني عارفه بتخلينا نرجع ورا. لما الواحد عنده طموحات يقول لا انا حصل لي الموقف هذا قبل كده، بلاش اعمله مره ثانيه. كل ما اتذكر انا بس ابغى ارجع اكمل دراستي مثلا. لا اما انا فشلت رسبت في الموقف. اذا تكون عائق وتكسرنا. نعم. اذا بدي اعطيك مثل نحن بصير معنا، لنفترض انا عم عاني من نزله برد، عندي صداع وعارف حالي عندي برنامج لمده ساعتين. جميل. وقت انا بطلع وبحاول انه انا اتخلص من هذا الصداع وبين للمشاهدين انه انا كل شيء تمام وماشي الحال. نعم. هذا بيكون تغلب عليه ولا انت ولا هنا دخلت فيما يسمى بالتمثيل؟ تمثيل. انت متعود انك تطلع بكل ايش؟ نشاطك وحيويتك ومزكم وتعبان. فانت بتأكتنج، بتمثل هنا. بس مش على المشاهدين. لا 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 لا، بتمثل دورك. عم مثل دورك الصح. عم تمثل دورك، بس انتبه خلي البرنامج ينتهي هتلاقي نفسك تعبان اكثر. صحيح. استهلكت طاقه زيادة التعب. صحيح. استهلكت طاقه انك تبدا عكس ما انت عليه راح يتعبك اكثر. نعم. لكن لو جيت انت قبل الموضوع، قبل ما تطلع على الهواء مثلا، وجيت انا رغم الانفلونزا اللي انا فيه، رغم التعب، فانا متقبل نفسي. شوف انت مش متقبل نفسك. صح ولا مش صح؟ ما حدش بيتقبل نفسه اثناء المرض. تعال خلينا نقول انا متقبل نفسي، ايش اللي حيحصل؟ طيب هات نبلش بالتمرين الاول من هذا الموضوع. شو بنعمل؟ الموضوع هو ما في زي ما قلت لك تقبل للنفس. كيف اتقبل نفسي؟ كيف؟ رح نشرك المشاهدين مثل ما وعدناهم. بالتاكيد. بالتاكيد فيك تتوجه لهم عبر كاميرتك.
المشاهدين. طيب ليش ما نسوي التمرين مع الشباب احسن؟ مع الشباب يلا تفضل لايف يعني. تفضل. طيب بس اسلام فلور مانجر نحن بيعاسته جدا والزميله ليال والزميله ليال بفريق الاعداد، فالله يخليك يا دكتور تمن عليهم. نعم زي ما سمعتوا المقدمة اللي تكلمنا عنها، كلنا فينا عندنا إيش إحساس أو شعور بالحزن، نحب نتودى أن نتخلص منه معانا، يعني عاملنا إيش تقول خلينا نقول. ففكر معانا، فكروا معايا إيش الإحساس اللي إيش تحتاجوا تتخلصوا منه. مثلا خلينا نقول مثلا الحكاية زي ما تفضلنا، عملية نصب، عملية غجر، عملية فراق، طلاق، حزن، شيء. بس هذا نبغى نرمز للموقف هذا بجملة واحدة فقط لا غير، فراق. قرار صعب أدى لفراق. طيب جميل جدا، لو كل واحد فينا كده ركز شوية مع نفسه وغمض عينه وعاش الفراق هذا، حس فيه، أشعر فيه، حس لي بالفراق هذا وعيشه، حس بالألم فيه، حس بالحزن اللي فيه، وقيم الفراق هذا اللي انت حاسس فيه، اللي انت شاعر فيه، من 1 إلى 10، وقلنا 10 أعلى حاجة، هتقول لي إيش؟ فيك تفتح عينك؟ من 1 إلى 10 كم حتعطي له؟ 7 من 10 9 من 10، جميل جدا. طيب 2 يكون فراق، جميل جدا. شو أصابعنا؟ أوكي هنخبط هنا، جميل، ونقول إيش؟ رغم الفراق اللي أشعر فيه فأنا متقبل نفسي تماما، رغم الفراق اللي أشعر فيه أو أحس فيه فأنا متقبل نفسي تماما. سمعني صوتك مع بعض، فأنا متقبل نفسي تمام، رغم الفراق اللي أحس فيه فأنا متقبل نفسي تمام. خلي عينك معايا لو سمحتي، رغم الفراق اللي أنا حاسس فيه فأنا متقبل نفسي تماما، رغم الفراق اللي أنا أحس فيه فأنا متقبل نفسي تماما. شايف أصبعي؟ خلي عينك مع أصبعي. رغم الفراق اللي أنا متقبل فأنا متقبل نفسي تماما، رغم الفراق اللي أحس فيه اللي عايش فيه فأنا متقبل نفسي تماما، رغم الفراق اللي أنا عايش فيه اللي حاسس فيه فأنا متقبل نفسي تماما، رغم الفراق اللي أنا حاسس فيه عايش فيه فأنا متقبل نفسي تماما، رغم الفراق اللي أنا عايش فيه حاسس فيه فأنا متقبل نفسي تماما، رغم الفراق اللي أنا عايش فيه حاسس فيه فأنا متقبل نفسي تماما. اسمع نفسك، اسمع نفسك بدون، رغم الفراق اللي أنا عايش فيه اللي أنا حاسس فيه فأنا متقبل نفسي تماما، فأنا متقبل نفسي تماما. اسمع نفسك بتقول إيش بتقول؟ أنا عايش فيه فأنا متقبل. اسمع عينك مع أصبعي، رغم الفراق اللي أنا عايش فيه فأنا متقبل نفسي تمام، رغم الفراق اللي أنا عايش فيه فأنا متقبل نفسي تماما، رغم الفراق اللي أنا حاسس فيه فأنا متقبل نفسي تمام، رغم الفراق اللي أنا حاسس فيه فأنا عايش مع نفسي تماما، رغم الفراق اللي أنا حاسس فيه فأنا متقبل نفسي تماما، رغم الفراق اللي أنا حاسس فيه فأنا متقبل نفسي تماما. سامع نفسك؟ رغم الفراق اللي أنا حاسس فيه فأنا متقبل نفسي تماما. جميل، هنعمل حكاية زي كده، أوكي هنضرب هنا، أوكي جميل يلا. رغم الفراق اللي أنا حاسس فيه فأنا متقبل نفسي تمام، رغم الفراق اللي أنا حاسس فيه فأنا متقبل نفسي تمام، رغم الفراق اللي أنا حاسس فيه فأنا متقبل نفسي تمام، رغم الفراق اللي أنا حاسس فيه فأنا متقبل نفسي تمام، رغم الفراق اللي أنا حاسس فيه فأنا متقبل نفسي تمام، رغم الفراق اللي أنا حاسس فيه فأنا متقبل نفسي تمام، رغم الفراق اللي أنا حاسس فيه آخر واحد، فأنا متقبل نفسي تمام، رغم الفراق اللي أنا حاسس فيه فأنا متقبل نفسي تمام، رغم الفراق اللي أنا حاسس فيه فأنا متقبل نفسي تماما، رغم الفراق اللي أنا حاسس فيه فأنا متقبل نفسي تماما، رغم الفراق اللي أنا حاسس فيه فأنا متقبل نفسي تمام، رغم الفراق اللي أنا حاسس فيه فأنا متقبل نفسي تماما، رغم الفراق اللي أنا حاسس فيه فأنا متقبل نفسي تماما، رغم الفراق اللي أنا حاسس فيه فأنا متقبل نفسي تماما. جميل، ناخد نفس، ناخد نفس كمان مرة، آخر مرة ناخد نفس. خلينا نعد من 1 إلى 5، 1 2 3 4 5 مرة تانية، 1 2 3 4 5. أحسنتم. أستاذ إسلام، أنت قلت شو طبيعة عملك؟ فلور مانجر. يعني إيش بالضبط؟ ما قديش لك في الموضوع هذا؟ من متى يعني؟ 6 شهور. 6 شهور استاذة؟ من فريق اعداد نشر الاخبار. ما شاء الله. اي قديش لك في الموضوع هذا؟ هون لاني صار لي شغل. عشان تعدي الاخبار لازم تكون دارسه شو، اعلام؟ صحافه. صحافه واعلام، جميل جدا. اوكي نرجع مره ثانيه نقيم، نغمض عينينا كذا ونرجع
كيف قيمنا ونشوف. تفضلي نقيم الفراق هذا. أحسنت، جميل جدا. من 1 إلى 10 كم حنقول؟ 5. كم؟ يعني 6 7. خف في شيء، في شيء خف. جميل جدا. طيب بينكم وبين نفسكم بعدين مرة ثانية ممكن نعمل ما تبقى من الفراق اللي أشعر فيه، فأنا متقبل نفسي تماما. الأستاذ كان كم في البداية؟ كان سبعة ونزل إلى 5. إلى 5. إلى 5. والأخيرة كانت 9. 9 ونزلت إلى 6 7. شايف؟ الجو كمان لا تنسى له تأثير. لكن لو عملنا الحكاية هذه مرة ثانية وقلنا ما تبقى من إحساسي بالفراق بإذن الله، إذا التكرار ممكن ينقص النسبة. بالتأكيد 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 بالتأكيد. بعد في تمرين. شكرا شكرا جزيلا. شكرا أشكركم. طب دكتور شو كنت عم تعمل؟ يعني ليش كنت عم تعمل حركات وبنفس الوقت عم تردد؟ شو المقصود؟ المقصود هو شغل الانتباه أو صرف الانتباه عن الموضوع ككل. يعني هو زي ما قلت لك، بطبيعة الحال أي موقف حزين احنا ما أنا متقبلينه، فأنا كيف حخليك تتقبله؟ لازم أشغل تفكيرك. أنا ما ركز عليه إذن وأشغل شيء ثاني. نعم. فأنا إيش كنا بنساوي؟ كنا بنخبط أنا هذه حركة، وكنا بنتكلم كمان، وكنت بنحرك عيوننا، وكنت بسمع نفسي. مظبوط ولا لا؟ طيب شغلت العقل الحاضر ولا ما شغلته؟ صحيح. الكلام وين راح؟ للعقل الباطن. لأن أنت كده لو جلستي أنت كده بينك وبين نفسك، كيف أنا أتقبل الصلاح هذا؟ كيف أنا أتقبل الفراق هذا؟ لكن أنا شغلت لك إيش؟ العقل الحاضر، وخليت الكلام يدخل إلى العقل الباطن. إذن هو علاج على وتر العقل والنفس في نفس بالتأكيد. الوقت. جميل حلو. جميل. وغير الذكريات الأليمة في أشياء ممكن كمان الواحد يتخلص منها. وزي ما قلنا في البداية مثلا الألم. ألم ركبتي، الإنفلونزا، الصداع، القلق، الإحساس اللي أنا شاعر فيه مثلا. الواحد دخل محل أو دخل راح مطعم أو في اجتماع وحس باضطراب. فإيش حيقول؟ رغم الاضطراب اللي أنا حاسس فيه فأنا متقبل نفسي. وماشي في سيارته افتكر حاجة مؤلمة. ممكن يخبط على الدركسيون ويقول لك ايش؟ انا متقبل نفسي. شو راح يقولوا عنه اللي عم يشوفوه؟ يعني انت بيغني وانت في سيارتك بتقول بتغني. نرجو من المشاهدين ان ياخذوا بهذه النصائح ويجربوها. صحيح. وطبعا التجربه هي خير اكبر برهان. دكتور زهير بن حسن خشيم، شكرا لوجودك معنا. شكرا. اهلا وسهلا فيك. على امل ان نستضيفك ايضا بحلقات اخرى وبتمارين اخرى بتفيدنا وتفيد المشاهدين. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا، يعافيكم.